فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا صلى الشخص إلى غير القبلة جاهلاً ثم أخبره شخص نحو القبلة، هل يقطع صلاته أم يستدير نحو القبلة دون قطعها؟ هذا يختلف، إن كان في بر واجتهد أو عمل جهده وتحرى القبلة وصلى إن صلاته صحيحة، لأنه لا يستطيع أكثر من ذلك، ولو أخبر وهو في أثناء الصلاة فإنه يستدير وتصح صلاته. أما إذا كان في بلد فلا تصح صلاته إلى غير القبلة، لأنه بإمكانه أن يسأل، بإمكانه أن يذهب إلى المسجد يشوف المحاريب، يشوف المحراب، فهذا لا عذر له، لا عذر له في خطئه توجه إلى القبلة، لأنه يمكنه الاهتداء إليها. نعم.